وقفنا على يعني كميات هائلة من الزيت الغذائي، يعني أولا كانت يعني تباع ب 61 ألف للدلو نتاع 5 لترات، ثانيا يعني كميات كبيرة، وخاصة ونحن في الظرف هذا اللي في أمس الحاجة لهذه المادة والإشاعات اللي دور حولها، رغم أننا يعني حبنا الله المصنعين لهذه المادة متواجدين على مستوى ولاية وهران. هناك شروط صحية غير لائقة على مستوى هذا المخزن، وبالتالي يعني بعد إذن سيد وكيل الجمهورية هناك يعني تشكيل ملف قضائي لمتابعة المخالف.